أن أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت أول حملة خيرية من نوعها لدعم الأطفال اللاجئين من السوريين والروهينيا الأيتام تحت عنوان فرحة العيد الكبير، الكويت مع اللاجئين. الحملة ستساهم بشكل كبير في تأمين كسوة العيد والمأوى وتوفير الرعاية الطبية للأطفال، حيث ستبدأ من 20 يوليو الجاري إلى 20 أغسطس القادم لمدة شهر كامل لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأطفال. لنتابع. كي لا تقتل الطفولة في مهدها ولا يتسرب البؤس إلى أركانها، حيث يعاني ملايين الأطفال من اللاجئين في مختلف بقاع العالم من عسر العيش، وذلك جراء ما خلفته الحروب والكوارث الطبيعية. من هذا المنطلق أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت إطلاق حملة فرحة العيد لجمع التبرعات للأطفال اللاجئين والنازحين، والتي تنطلق في 20 من الشهر الجاري حتى 20 من أغسطس المقبل. هذه الحملة إن شاء الله سنوجه التبرعات التي تصل إلى الأطفال الذين يحتفلون في هذا العيد بشكل أساسي في الأطفال في سوريا أو الأطفال السوريين في الملجأ أو في سوريا والأطفال الروهينجا. أول حملة تبرعات من نوعها ستنطلق من بلد الإنسانية، ستشمل الكسوة والرعاية الصحية وتوفير الطعام والمأوى اللازم والحماية للأطفال اللاجئين. نحن بدنا نجيب لهم فرحة، الفرحة هي شغلة بسيطة بتفرحهم، هذا الطفل اللي ممكن ما بيعرف أهله وين أو بيعرف إنه أهله مش موجودين على قيد الحياة بقى، رح نحاول نجيب له فرحة عن طريق يمكن هدية، يقدر ياكل، يقدر ياخذ دواء، يقدر يلبس ثياب جديدة بالعيد. هدف إنه تقدم عيدية للأطفال تحديداً الغير مصحوبين، الأطفال بلا سند للروهينجا والسوريين. شو يعني بلا سند؟ يعني فقدوا الاتصال أو فقدوا أمهم وأبوهم باللحظة، لحظة الهروب الصعبة. دولة الكويت رائدة في مجال تقديم الدعم الإنساني على مستوى العالم، مكنت ملايين اللاجئين والنازحين في العالم أن يحظوا بفرصة العيش الكريم.